ازيكم؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد النهاردة ان شاء الله هوريكم 3 طرق لتطريز الحروف او الكلمات الانجليزية. بس قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ولايك للفيديو وتشيروا فيديوهاتي في كل حتة، وما تنسوش تشوفوا اخر فيديو نزلته على القناة وريتكم ازاي تطرزوا على قماش التول. هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف، ويلا نبدأ الفيديو. اول حاجة انا هجهز ورقة التصميم او الكلمة اللي انا كاتباها، احط عليها القماشة، اظبطها خلاص كده. نقلنا الكلمة، هبدأ بقى اثبتها في الطرف. القماش اثبته في الطرف، الشكل ده. هنبدأ في اول نوع تطريز، هستخدم خيوط المولينين وهاخد 3 فتلات بس. عملت جزء طويل وجزء قصير، ربطت الجزء الطويل وهبدأ أعمل أحدد الكلمة بالغرزة الخلفية. شرحتها كتير كل الفيديو. خلاص كده انا حددت الكلمة كلها بالغرزة الخلفية، وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده عشان الغرزة الخلفية تطلع مظبوطة معاكو حاولوا تخلوا الغرز قد بعض، وكمان لما تيجي ترجعوا بالإبرة ترجعوا في نفس الغرزة اللي قبلها، يعني في نفس الفتحة بتاعت الغرزة اللي قبلها. ولو كانت الاماكن مثلا في انحناء لازم تاخدوا غرزة صغيرة في اي انحناء عشان الكلمة او اي حاجة انتوا بتعملوها تطلع مظبوطة بالشكل ده. طيب بعد ما خلاص حددنا الكلمة كلها بالغرزة الخلفية، هبدأ اقسم كل حرف لاجزاء متساوية بالشكل ده كده. اهو حرف الدي قسمته هو لاجزاء متساوية، وهبدأ كل جزء هطرزه لوحده بغرزة الحشو عادية خالص. الجزء الاول ده اهو هبدأ فيه هطرزه لوحده بغرزة حشو عادية. طبعا شرحناها كتير، بطلع بالغرزة وبدخل بطلع قصدي بالإبرة وبدخل من بالإبرة الناحية التانية. بعد كده هبدأ في الجزء اللي بعده وهبدأ برضو أطرده بنفس الطريقة بغرزة الحشو، وهدخل في الغرز اللي قبلها اللي هي بتاعت الجزء التاني بالإبرة بالطريقة دي، واكمل على نفس الموضوع.
خلصت حرف الدي. بقى الحروف برضو هعملها بنفس الطريقة، هقسمها لأجزاء متساوية، يعني حرف الأو برضو هعمله بنفس الطريقة. وبعد لما أقسم كل حرف هطرز كل جزء لوحده بغرزة الحشو العادية خالص. اهو ده كده خلصت، ده شكلها النهائي. ده اول نوع تطريز للحروف الانجليزية. بعد كده تاني نوع برضو هنبدأ نحدد الكلمة اللي احنا كاتبينها بالغرزة الخلفية بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها اول مرة. اول اهو حددنا كده الكلمة بالغرزة الخلفية. هبدأ بقى هستخدم هنا غرزة الحشو، هكون برضو الغرزة الخلفية. نبدأ نعملها بطريقة عشوائية، نحشي الكلمة بالغرزة الفرنسية الغرزة الخلفية بطريقة عشوائية. بعد كده نوع التطريز الثالث، لو الكلمة تبقى خط رفيع زي كده هبدأ أطلع من الإبرة من تحت وأدخل من نفس الفتحة اللي أنا طلعت منها بالإبرة، وقبل ما أشد الخيط هطلع من النص، من نص الخيط بالشكل ده، وأبدأ أشد. وهكرر نفس الموضوع، هدخل من الفتحة اللي انا لسه طالعة منها دلوقتي اللي هي لما طلعت من نص الخيط، هدخل في نفس الفتحة، وبعد كده قبل ما اشد الخيط هطلع من نص الخيط بالشكل ده. هكمل على نفس الطريقة، هدخل من نفس الفتحة اللي انا لسه طالعة منها، وبعد كده هطلع من النص وشد. هكمل
هو كده ده الشكل النهائي للدارة كلها. كده قلت لكم 3 طرق لتطريز الحروف او الكلمات الانجليزية. ده نوع وده التاني وده التالت وده الشكل النهائي بس. وده كده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه، وما تنسوش تشتركوا في قناتي ولايك للفيديو، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.